أن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yang kuhha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahul bukhari wa muslim